يقولوا فحكمته تزان بها العقول. عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المشهور الذي عد خامس الخلفاء الراشدين، في ليلة من الليالي كان يقرأ الرسائل التي تأتيه من كل بلدان العالم، فهو يملك دولة عظيمة من بلاد المغرب والأندلس غربا إلى حدود الصين شرقا، تأتيه الرسائل من كل هذه الدول. قرأ مرة رسالة طريفة وعجيبة، هذه الرسالة أتته من مصر من امرأة يقال لها فرتونة. هذه المرأة المسكينة الضعيفة كان عندها دجاج وكان جدارها قصير، فيتسلقه السراق ويسرقون الدجاج، فكتبت هذه المرأة إلى عمر بن عبد العزيز تشكي له هذا الأمر وهذه المشكلة. فقام عمر بن عبد العزيز فورا وكتب رسالة إلى والي مصر أيوب بن شرحبيل أن يتوجه إلى هذه المرأة ويبحث عن هذه المرأة فرتونة حتى يصلح لها ويحصل لها جدارها. ذهب الوالي أيوب حتى بحث عنها في الجيزة في مصر، فلما وصل إليها فإذا هي امرأة سوداء مسكينة، فقام هذا الوالي وحصن لها هذا الجدار. من هذه القصة العظيمة نبين عظمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا الرجل العظيم على كثرة أعماله وكثرة مشاقه لم يهمل رسالة هذه المرأة المسكينة. الأمر الثاني أن تاريخنا الإسلامي مليء بهذه الصور العظيمة وهذه المواقف وهذه الشخصيات التي ينبغي علينا أن نبرزها وأن نتحدث عنها دائما. وكذلك من فوائد هذه القصة أنها رسالة لكل من استلم منصبا أصبح موظفا كبيرا. البعض من الناس إذا عين في وظيفة كبيرة أصبح لا يرد على اتصال ولا يرد على رسالة، ولا شك أن هذا خاطئ وأمر يعني لا ينبغي للمسؤول الذي ولاه ولي الأمر هذه المسؤولية، لا ينبغي عليه أن يتكبر أو أن يتجاهل هذا الأمر. وفي سيرة عمر بن عبد العزيز وفي هذا الموقف درس لهذا الرجل ولأمثاله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير.